بنستقبل شباب الجامعات من بورسعيد في إطار التوعية بالعمل التطوعي، عشان يشوفوا الحاجات اللي شافوها نظري في المحاضرة اللي فاتت، العمل التطوعي وإزاي بيأثر على المجتمع وإزاي بنقدر نستفيد منه. النهاردة بنشوف الحاجات اللي تم إنشائها من منشآت ومراكز شباب وطابتين ترع وسكن كريم، وإزاي الشباب بيقدروا يشاركوا وبيقدروا يوصلوا بالتوعية للمواطنين من خلال مؤسسات حياة كريمة. واتكلمنا النهاردة برضو عن المبادرات والمبادرات اللي قامت بيها حياة كريمة زي وصل الخير وأولادنا مستقبلنا. نستكمل الحملة التوعوية لشباب الجامعات بأهمية العمل التطوعي في المبادرة الرئاسية حياة كريمة. احنا جينا النهاردة دمياط علشان أوريهم إزاي طبقنا أهداف حياة كريمة على أرض الواقع. موجودين فين؟ موجودين في كفر سليمان. شفنا ايه؟ شفنا مركز الشباب والمركز التكنولوجي. قرى دمياط بتشهد تطور غير طبيعي في كل مناحي البلد. لو احنا جينا بنتكلم في الخدمات اللي بتقدم في البلد، خدمات كبيره جدا نشكر عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونشكر كل القائمين على مؤسسه حياه كريمه. النهارده كنا موجودين في كفر سعد في محافظه دمياط، شفنا حاجات كتير وانجازات كتير تمت هنا، منها ان اصلاح البنيه التحتيه اولا، ده اهم شيء لاي اختيار او اي حاجه هنبدا ان احنا نصلح فيها. تاني حاجه، دي حاجه كويسه جدا ان احنا نلاقي مجمع للمصالح الحكوميه اللي كانت اهل القريه بيستنزفوا وقت ومجهود ووصلات ان هم يوصلوا فيها المكان تاني عشان يخلصوها، فدي حاجه كويسه جدا ومبادره كويسه من الرئيس ان هي تكون موجوده هنا. في تطور في البنيه الارضيه، في تطور في الصرف الصحي، في تطور في الماء اللي هم يقدروا يشربوا كويس بميه نظيفه بدلا ما كانت مواسير فخار بتساعد على المواد المسرطنه، لا كانت تم تغيير كل دوت. حصل اهتموا بالشباب، عملهم ملاعب رياضيه يقدروا يمارسوا فيهم الانشطه. بسطت بالزياره دي ان انا شفت الحاجه على ارض الواقع، شفت النادي اللي عاملينه، شفت المركز بنفسي، غير ما طبعا بشوفه في التلفزيون او ان انا بشوفه على النت، فدي بالنسبه لي حاجه حلوه جدا. مبسوطه بمبادره حياه كريمه ومبسوطه بالمجهود اللي عملوه، اتمنى يفضل كده لحد ما يبقى ما فيش مواطن واحد محتاج لاي خدمه من الخدمات اللي هو محتاجها.